في زون ميكس مواصلين نحكيو على مقابلة المنتخب البارح ونواصلوا في نسمعوا تصريحات الملاعبية بعد المقابلة. سيف الدين الخارجي شنو قال وبعد راجعين. Ah, c'est bien passé, on a fait une bonne première mi-temps, on a été efficace. Après en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué niveau de l'efficacité. On a su garder la balle et continuer à jouer. Ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir de retrouver le stade ici à domicile et de jouer avec les copains. Ouais, un but, ça fait plaisir de marquer pour la Tunisie toujours. Et puis voilà, là, ça sera un gros match. On va se mesurer à un gros d'Afrique aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur une deuxième victoire. دونك ترى قصيت عليك بداك ما خليتكش تكمل ونعمل انشينمون ما سيرش بسؤال. سيف الدين الخاوي بون على العكس وهاب الخزري والمساكنين مع سامي مثلا يقول لك اللاعب هذا ما ولا شيء في المنتخب رغم اني ما يلعبش برشا في الاوام لكن عايش موجود الملاعب هذا ديما. اول حاجه ملاعب عنده دي كاليتي واللي زونترونور اللي كونفوكيوه كل يمنوا به راه مش فما ملاعبين مش لازم يعجبوك راه انا مره نسمع في محلل صديقنا هو المجال يسخيري قال عادي هذا راهو نورمال قال مش خير من اللي عندنا اخي بعد نشوفه في اللي شيفر يعمل فيهم في الستاتستيك اللي عملهم اللي يسخيري في كورن في المانيا يعني حاجه يعني اللي شيفر نتاع الخاوي في فرنسا ما مش حاجه لا نحكي لك معناها نحكي لك الكاليتي مش لازم كل ملاعب لازم يعجب العباد ولا هو المشكل انه في البوست نتاعه اول ما جاء الخاوي اسكو مش يلعب في الكولوار كريمون في الكولوار اسكو مش يكون الثالث في الوسط كوم ريليور على اليسار مي بيرسونيلمون عنده بي جوش باهي برشا وباهي انه نستحفظوا ديما على الملاعبيه هذوما نتصور ان الخاوي كي تبدا ليكيب كامله ما يكونش موجود ما يكونش في العشره الاولانيين مي انك انت قد ما توسع الافكتيف ترقم بعد شوي مي سيف الدين الخاوي عنده مشاكل توا ما يلعبش امام لاعبي فالور يعني سور ان شاء الله الكوفيد هذيا والبيريود هذيا ترانزيتوار اللي يعيش فيها ان شاء الله يمشي لبلاصه مخير هو توا مازال ما توا ما سايبوه في 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 مارسيل مش قاعد يلعب على دو ترا ماتش يدخل شويه في الاخر اي يدخل شويه في الاخر مي كجوار يعني ملاعبي ملاعبي يستحقوا المنتخب ماهوش ملاعبي يعني اقل من عادي ولا انه مش نحكيو عليه كانه نرجع جروسو مودو للمنتخب قلت لك نحب الرا الياس جلاسي نحب الرا سيف الجزيري ووزن برشا عدل في ليكيب المشتهبط في لونترينمون في الكونفوكاسيون وراو نجموا نعملوا مخير لانه منظر كبير عكس المدربين اللي سبقوه احنا بدينا نعملوا في كيب بريسك من 2017 بدينا نعملوا في كيب جديده توا بريسك بالملاعبيه هذوما دونك ولا عنده شويه بالكدا يعني عنده هو الكوره هو عادل باش يعملوا كيب باهي باش يعملوا ديسبوزيتيف باهي وانا ديما بور تونس انه تلعب بتروا بيفو نجموا نلعبوا 4-3-3 عندنا كاليتي توا عندنا سورتو في الوسط قبل كانوا عندنا مشاكل في الوسط تفكروا في 2013 و14 و15 و16 كانت عندنا مشكله كبيره في الوسط توا الكاليتي موجوده حتى الولاد اللي جاي نسبي سليمان عنده كاليتي تاع بويسونس انورم يعني تستحقها في الافريق تستحقها في النيفو كي تطلع في النيفو العالي تستحق الملاعبيه هذوما نسبي سليمان عند كامل بن عمر فرجاني سيسي يستنى الياس سخيري احمد خليل دونك سورتو في الوسط نجموا نعملوا تريو محمد امين بن عمر اللي قعد 6 ولا 7 سنين جوار انتو شابل في الوسط على الكيب ناسيونال دونك نجموا نعملوا ايكيب ونجموا نمشيو لقدام خاطر زاد القدام ولات عندنا كاليتي كما شفت وهب الخزري ينجم يكون بيتور اتو مومون لي جوار اللي مش ياخذوا لي كولوار لي دو لاتيرو لي دو لاتيرو انا نحب برشا عليه معلول معناها فريمون ملاعبي معناها يتكلاسا مع الملاعبين الكبار اللي عجبتهم تونس يعني لاتيرال جوش ديسيزيف في جمعيه كبيره برشا وعندها برشا فلوس وعندها برشا ملاعبيه وعندها برشا تاكونات وعليه معلول ستار كبير في الاهلي المصري دونك هذه الكل نستغلوها احنا مع وهب الخزري مع لاتيرال جوش تاع دروات تاع ليتوال اللي مشى لسبيرونس خلينا نمشيو حمدي النقاش ان شاء الله لاباس عنده طلع بوزيتيف ان شاء الله لاباس باش نتهناو على اليمين وعلى اليسار والوسط كما قلت لك اما انا متفائل برشا. انت حكيت جيران مو خلينا نبداو نحكي شويه على التشكيل اللي بدات نبداو من الكارثه هاني معز البارح عمل دوز زريقه الموجود البارح حالنا هنا برشا خاطر نساو معز بن شريفيه في الكاش.
بلوس كو دو زاري جو بونس كو اذا كان لعب معز كتيتولير اللي انا فاروق بن مصطفى اللي برشا ممكن ما ترانيش هذاك اللي خلى ثقه في معز اون بلوس هنا لا شونس دافوار لو شوا معناها كي تشوف معز الماتش اللي خرجوا اللي عملوا سي انكرويابل بربي باش نرجع على سيف الدين الخاوي اذا كان ما جاش غوشي سيف الدين الخاوي جو بونس با ليكيب ناسيونال كانوا يعيطوا له سارتان مومون لان ابار سعد بقير يفو ان غوشي دون سيت افيكتيف لا وهذاك علاش عيط له وكان لا إذا كان الأولمبيك دو مارسي رجعت سيف الدين الخاوي اللي أنا كان سو لا فورم دان بري سون دون لوبليغاسيون كان عينهم هما باش يعملوا له بري ليكيب أخرى راه عملوا له اليوم خلاوه اليوم في الأولمبيك دو مارسي أون أتوندون كيلعبوا فيه بعد ساعات يدخلوه لكن سي كوميم الأولمبيك دو مارسي لا راهو وبربي عايش خويا سامي والله العظيم أنا نحب نحكي لك حاجة راهو الانترفونسيونيزم ديز أجون دو جوار سي دون لو موند أونتيي يهديكم ربي وتتفكروا بالمادي جاه تليفون سامحني جاه تليفون بالمادي جاه تليفون من عند لاجون قال له سيلفو بلاي كوتش فو فير جوي سليماني باسكو يا موناكو كي سون سور لو معناها سور لو جوار إل دوا جوي قال له جي بري نوت سليماني نا جامي ايتي تيتولير بوندون سيت كوب دافريك هذاك بالمادي بالمادي سامحني هاو ديدي ديشان ثم كاركتير اكثر من ديدي ديشان جاه مسيو نوال لكرايت قال لهم il faut plus compter sur Karim Benzema نحب ولا نكره دونك اليوم انا نقول تو سامبلومون سي كو ليفيكتيف اللي لعب بال انا علي معلول وكان جاي مش تونسي راه يلعب في عز كيب في العالم